السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن أفضل موبايلات بداية من الـ 4000 جنيه لغاية الـ 4500 جنيه، وهنستعرض مع بعض كل إمكانيات ومواصفات الموبايلات دي. بس ياريت قبل ما نبدأ الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد، وما تنساش تدعمنا بلايك لأن ده بيفرق معنا كتير جدا. شكرا لكم. أول موبايل معانا النهاردة هو موبايل الريلم 8 النسخة الـ 5G. النسخة الـ 5G هنا هتكون الموبايل الريلم 8 ممتازة جدا من حيث الفئة السعرية دي، وهو بيكون في فئة الـ 4200 جنيه. واللي بيخلي الموبايل الريلم 8 ضمن أفضل موبايلات في حدود الـ 4200 جنيه إن الموبايل بيجي بمعالج من شركة ميديا تيك دايمنستي 700 5G بدقة تصنيع بتوصل لـ 7 نانومتر. هنا فعلا أداء المعالج هيكون ممتاز جدا لو أنت بتحب تستخدم الألعاب لفترة طويلة. كمان الموبايل بيكون داعم للـ 5G. الموبايل بيجي نسخة 6 جيجا رام مع مساحة 128، وبيجي نظام التشغيل اندرويد 11. كمان الموبايل بيجي ببطارية 5000 ملي امبير واللي هتقدر تقعد بيها فترة طويلة جدا اثناء الاستخدام. الموبايل بيجي بثلاث كاميرات خلفية والاساسية بتكون بدقة 48 ميجا بكسل، اما الكاميرا الامامية فبتكون بدقة 16 ميجا بكسل، واداء الكاميرات هنا فعلا بيكون ممتاز. الافضلية هنا للريلم 8 النسخة الـ 5G، فعلا الموبايل بيكون مستقر دايما في السوفت وير، مش هتحس ان الموبايل بيهنج معاك اثناء الاستخدام. الشاشة بتكون من نوع IPS LCD بمساحة 6.5 بوصة بدقة Full HD Plus مع معدل التحديث 90 هرتز. كمان الموبايل بيدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع نانو مع امكانية تركيب كارت ميموري زيادة مساحة تخزين. كمان بصمة الموبايل هتكون في زرار الباور، وأداءها هيكون ممتاز جدا مفهوش أي مشاكل، وده بفضل المعالج الدايمينستي 700. لغاية دلوقتي أول موبايل معانا في فئة الـ 4200 جنيه اللي هو الريلم 8 النسخة الـ 5G. تاني موبايل معانا النهاردة هو موبايل السامسونج جالاكسي الـ A22. الموبايل فعلا قدم أداء ممتاز جدا أثناء الاستخدام، وبرضه بيجي بنفس المعالج اللي كان موجود في السامسونج جالاكسي الـ A32، وهو بيكون من ميديا تيك هيليو جي 80. هنا من حيث سعر الموبايل، الموبايل بيكون في فئة 3700 جنيه. من حيث السعر هنا الموبايل ممتاز جدا، ولكن من حيث التصميم الموبايل هيكون شبيه بالسامسونج جالاكسي الـ A12 اللي قبل منه او اللي بيكون في الفئة القليلة، ولكن هنا اداء المعالج ممتاز جدا، هو هيكون نفس المعالج اللي موجود في السامسونج جالاكسي الـ A32. اللي هيميز الشاشة هنا للموبايل السامسونج جالاكسي الـ A22 انها بتيجي من نوع سوبر اموليد بمساحة 6.4 بوصة مع معدل التحديث 90 هرتز. هنا الـ 90 هرتز هتلاحظها بفرق كبير جدا اثناء التصفح او الانتقال. من حيث السعر للموبايل زي ما قلت 3700 جنيه، فعلا هنا الموبايل هيديك اداء ممتاز جدا من حيث الاستخدام، وكمان من حيث التصوير الموبايل هنا بيجي باربع كاميرات خلفية والاساسية اللي بتكون بدقة 48 ميجا بكسل، واداءها هيكون ممتاز جدا، اما الكاميرا الامامية فبتكون بدقة 13 ميجا بكسل. البطارية بتكون 5000 ملي امبير واللي هتديك فترة طويلة جدا اثناء الاستخدام، كمان مع نظام التشغيل بيجي باندرويد 11. بصمة الموبايل هتكون في زرار الباور، واداءها هيكون متميز جدا ومفيهاش اي مشاكل. الموبايل اللي معانا اللي بعد كده هو موبايل الريدمي النوت 10 برو. فعلا اداء النوت 10 برو قدم اداء ممتاز جدا اثناء استخدامك للالعاب او معالجة الصور، ولكن هنا الريدمي النوت 10 برو اللي بنتكلم عنه النسخة 6 جيجا رام مع مساحة 64. الموبايل بيكون في فئة الـ 4200 جنيه للنسخة 6 جيجا رام مع مساحة 64. المعالج هنا بيجي من شركة كوالكوم سناب دراجون 732 جي بدقة تصنيع بتوصل لـ 8 نانومتر. اداء الموبايل هنا كان ممتاز جدا من حيث الاداء والمعالج في استخدام الالعاب او معالجة الصور. كمان الموبايل بيجي باربع كاميرات خلفية، والاساسية اللي بتكون بدقة 108 ميجا بكسل مع الكاميرا الامامية اللي بتوصل لدقتها 16 ميجا بكسل. كمان الشاشة بتيجي من نوع سوبر اموليد بمساحة 6.67 بوصة بجودة الفول اتش دي بلس مع معدل التردد الاعلى ل 120 هرتز. فعلا هنا ال 120 هرتز ادائها ممتاز جدا اثناء التصفح او الانتقال. افضل ما يميز موبايل الريدمي النوت 10 برو انه بيكون داعم لخاصيه الاتش دي ار 10. هنا خاصيه الاتش دي ار 10 هتديك تشبع للالوان بشكل ممتاز جدا، هتقدر تشوف فيديوهات باداء عالي جدا لخاصيه الاتش دي ار 10. البطاريه بتكون 5020 ملي امبير مع دعم الشحن السريع بقوه 33 واط. كمان هنا بصمه الموبايل هتكون في زرار الباور، وادائها هيكون عالي جدا. الموبايل اللي بعد كده معانا موبايل المي 11 لايت، واللي بيكون النسخة 6 جيجا رام مع مساحة 128، واللي بيكون في فئة الـ 4650 جنيه. الموبايل بيجي بمعالج من شركة كوالكوم سناب دراجون 732 جي بدقة تصنيع بتوصل لـ 8 نانومتر. كمان الموبايل بيكون 3 كاميرات خلفية، والأساسية اللي بتكون بدقة 64 ميجا بكسل مع الكاميرا الأمامية وبتكون دقتها 16 ميجا بكسل.
الشاشة هنا بتيجي من نوع AMOLED بمساحة 6.55 بوصة بجودة Full HD Plus. هنا الشاشة بتدعم معدل التردد 90 هرتز مع دعم خاصية الـ HDR10. فعلا هنا الـ 90 هرتز هتلاحظها بفرق كبير جدا أثناء التصفح أو الانتقال، وده بيرجع مع سرعة المعالج سناب دراجون 732G، كمان خاصية الـ HDR10 اللي هتديك تشبع للألوان بشكل ممتاز جدا أثناء مشاهدة الفيديوهات. كمان البطارية اللي بتكون 4250 ملي أمبير، وبصمة الموبايل اللي هتكون في زرار الباور، وأدائها ممتاز جدا ما فيهوش أي مشاكل. هنتكلم دلوقتي عن الموبايل البوكو الاكس 3 برو، واللي قدم اداء عالي جدا اثناء استخدام الالعاب، وده بيرجع بفضل المعالج سناب دراجون 860 بدقه تصنيع 7 نانومتر. فعلا هنا اداء المعالج كان ممتاز جدا في الالعاب وخصوصا لعبه ببجي. الموبايل بيكون في فئه ال 4400 جنيه للنسخه 6 جيجا رام مع مساحه 128. الشاشة بتيجي من نوع IPS LCD بمساحة 6.67 بوصة بجودة Full HD Plus بدقة 1080x2400 بكسل مع معدل التردد الأعلى 120 هرتز. كمان على الشاشة بيجي طبقة حماية من الجيل السادس كورنينج غوريلا جلاس 6. بطارية الموبايل بتكون 5160 ملي أمبير مع دعم الشحن بقوة 33 واط. هنا من 0% ل100% تقدر تشحن الموبايل في خلال ساعة واحدة بالظبط. كمان الموبايل بيجي باربع كاميرات خلفيه، والاساسيه بتكون بدقه 48 ميجا بكسل، اما الكاميرا الاماميه فبتكون بدقه 20 ميجا بكسل. اداء الكاميرات مش هيكون قوي جدا، ولكن الموبايل ده هيكون مخصص للناس اللي بتحب الالعاب، لانه بيجي بالمعالج الاقوى سناب دراجون 860 بدقه تصنيع 7 نانومتر. اخر موبايل معانا النهارده هو موبايل الاوبو الاي 74، واللي بيكون 6 جيجا رام مع مساحه 128، وبيكون في حدود ال 4200 جنيه. هنا الموبايل بيجي بمعالج من شركة كوالكوم سناب دراجون 662 بدقة تصنيع 11 نانومتر. هنا فعلا أداء المعالج بيكون قليل ودقة التصنيع بتكون كبيرة، ولكن هنا أداء الموبايل في السوفت وير بيكون ممتاز جدا، يعني مش هتحس إن الموبايل بيهنج معاك بشكل كبير. كمان الموبايل بيجي بثلاث كاميرات خلفية، الأساسية بتكون بدقة 48 ميجا بكسل، والكاميرا الأمامية بتكون بدقة 16 ميجا بكسل. اما من حيث الشاشه فالشاشه بتيجي من نوع AMOLED بمساحه 6.43 بوصه بجوده Full HD Plus بدقه 1080x2400 بكسل. هنا معدل تحديث الشاشه بيكون قليل 60 هرتز، ده يمكن العيب الوحيد لموبايل الاوبو الاي 74. كمان الموبايل بيجي ببطاريه 5000 ملي امبير مع دعم الشحن السريع بقوه 33 واط. هنا العيب الوحيد للشاشه ان الموبايل بيدعم معدل التحديث 60 هرتز. كمان الموبايل بيدعم تركيب شريحتين اتصال من نوع نانو مع إمكانية تركيب كارت ميموري زيادة مساحة تخزين. بصمة الموبايل هتكون مدمجة في الشاشة وأداءها هيكون ممتاز جدا ومفهوش أي مشاكل، وده بيرجع بفضل المعالج سناب دراجون 662. عموما سناب دراجون بيكون قوي جدا عن الميديا تك، ولكن الميديا تك بيكون معمر لفترة أكبر من السنين عن المعالج سناب دراجون. وبكده يبقى وصلنا لنهاية الفيديو. ياريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد، وما تنساش تدعمنا بلايك لان ده بيفرق معانا كتير جدا. شكرا ليكم.